خاصة أنت كنت عايش في بيئة وفي جو بعيد كل البعد عن الجو اللي رحت له، يعني انا وكأنه تربية شفت عالم جديد بالنسبة انا ليك. تربية أزهرية، يعني ما انا عشان كده اصلا يعني أنت شفت عالم جديد بالنسبة ليك، سهر وشرب وخمرة وستات يعني وإلخ في إلخ. جزء في تفسير سورة النور، انه ربنا سبحانه وتعالى لما بيلاقيك بتدور على الخير بينور لك في طريق الخير، ولما بيلاقيك بتدور على طريق شر. الشيطان برضو بتلاقي الطريق دوت مفتوح، بتلاقيه حسب بيرحب خياراتنا. بيك، بيرحب بيك وانت بتدخل فيه بتتعمق فيه. انت اصلا كنت عاوز تهرب من موضوع وفاة اخوك، اخويا يعني دي كانت الطريقة الوحيدة بالنسبة ليك عشان تقدر تهرب. وبعدين في جملة مهمة جدا، ودي يعني من الحاجات اللي يعني انا مش عايز بس تبقى الحكاية ان انا بس بدي نصايح. لا دايما في جمله كده كاذبه جدا، اللي يقول لك انا بضر نفسي بس ما بضرش حد، انا بشرب فانا بضر نفسي، انا بروح في الحته الفلانيه انا بضر نفسي. لا، انت بتضر كل اللي حواليك، ومش بس قرايبك، ده كل اللي حواليك، وكل اللي متعاقدين معاك على شغل، كل اللي منتظرين نجاحك، كل اللي نفسهم يفرحوا بيك، كل دول انت بتضرهم، انت ما بتضرش نفسك. نفسك ديت انت هتكتشف انك ضريتها قد ايه لما تلاقي كل الناس دي بعدت عنك، قررت انه خلاص احنا مش عايزين نتعامل مع الشخص ده تاني. وده اللي حصل برضو بفتره من الفترات. ما هي دي كانت الجمله الكاذبه اللي انا عايش بيها، انه انا بضر نفسي بس، انا ما بضرش حد. لا، انت ضريت كل اللي حواليك. احمد حامل ذنب وفاه والدتك؟ بصي، هو والدتي رحمة الله عليها هي كانت يعني هي نور حياتي، يعني هي كانت أقرب حد ليا وأكتر حد أنا يعني حتى في حالات انفصالي تماما، مثلا لو أنا مشغول قوي أو بعيد قوي كان لازم بيبقى فيه بينا تليفون، وهي كانت يعني رحمها كانت خيرة جدا جدا، وزرعت الخير دوت مش بس في فينا احنا، كمان في اخواتها وفي ولاد اخواتها، وفي انها دايما كانت لازم يبقى فيه كده توجه انه هنطلع ايه في رمضان، هنطلع ايه على العيد، هنطلع ايه في كذا، وتجمع العائله، تجمع العيله كلها في ان هم يتوجهوا بالخير للاماكن، وتدور على الناس، وكانت دايما تدور على اللي هم تحسبهم من التعفف، يعني تحسبهم اغنياء من التعفف، الناس اللي ما بتسالش وما بتدورش على بس حد. انت زعلتها قوي يا احمد. هي الفتره اللي انا حصلت فيها فتره الحبس بتاعتي هي ازداد عليها التعب قوي، لدرجه انه انا يوم ما خرجت ايناس اختي كلمتني وقالت لي بص انت هتيجي تقابل ماما، فانت حاول انك يعني تستحمل لان مش هتلاقي ماما، اللي هتشوفها حد تاني خالص. هي كانت يعني كانت خست جدا، يعني كانت في الاواخر يعني، فحسيت انه هي فتره الست شهور دول اللي انا كنت فيهم في الازمه ديت، هي حست انه يعني ضاع منها ولدين. صح، يعني صح، حاجه مش هينه على اي ام في الدنيا ان ولدين يروحوا منها في خلال سنتين ثلاثه، يعني ولدينها الصغيرين كمان. ف الله يرحمها يا رب. الله يرحمها. بتلوم نفسك احمد؟ طبعا حاسس بذنب. طبعا، بس يعني بتغلب على الذنب دوت، انه يعني بحاول امشي على طريقها، على كل اللي هي كانت بتقول، يعني كل نصايحها في الحياه من اول، حتى الحكايات اللي كانت بتحكيها لي وهي بتصحيني من النوم، من اول الحكايه بتاعت انه لازم نساعد الراجل الفلاني، ولازم نبقى بنحب الناس، ولازم الناس الغلابه نعطف، يعني كل الحواديت بتاعتها وقصصها وتعليمها ليا لسه انت انا بتمسك عليها. تمسكي بيه دوت هو اللي بيهديني. جت وزارتك مره في السجن؟ لا، ما قدرتش. هو انت هي ما قدرتش ولا انت ما كنتش عاوز؟ لا، انا ما كنتش عاوز اصلا، انا طلبت من الاداره عموما انه ما حدش يزورني غير والدي ومحمد اللي هو مدير اعمالي، غير كده منعت الزياره خالص، ما كنتش عايز حد يشوفني وانا
في الموقف في الحالة في الحالة دي. والدي هو اللي كان متكفل بزيارتي يعني. لكن هي كان صعب عليها وحتى يعني زي ما بقول لحضرتك هو بعد خروجي ما قعدناش كتير يعني هي فترة بس اللي برضو كان بالنسبة لي حاجة الحمد لله انها حصلت انها اطمنت عليا قبل وفاتها انها شافتني وكنت انا خلاص تماما كان بعد خروجي بحوالي 6-7 شهور كان خلاص تماما تعافيت تماما من كل شيء ورحت لها وهي يعني كان لقائنا نهائي يعني الحمد لله كان جميل يعني الله يرحمها طمنت عليها.